لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما بقدر بطلع برات الحارة سيد عصام؟ جارك أنا. لك شو بدك تطلع برات الحارة؟ عم قل لك العسكر إذا بيشوفوا واحد نبق راسه من الباب بيقوصوه. لا بيقوصوه. ولي على أبدك يا أب بدر، شو بدي أعمل؟ شو الوضع؟ لك شبك أب بدر، شبك عم تبرر مثل الحريم. ليش بدك تطلع برات الحارة؟ مرتي فوزية حبلي ووسطني جيب لها فواكه ودبس. وشو كمان شو قالت لي؟ ما مهم ما مهم، حميل ضرب طريقك ورجع على بيتك ولا ترد عليها. شلون ما رد عليها يا سيد عصام؟ شلون ما رد عليها؟ عم اقول لك مرتي فوزية حملة بدها تطلع شهوة براس الولد. لك ابو در روحي صارت لراس مناخيري، خايف يطلع شهوة براس الولد، مو خايف يربى يتيم؟ اخي انا قلت اللي علي، اذا انت مستغني عن رقبتك طلع برات الحارة. افتحوا له الباب شباب. لا لا بطلت اطلع برات الحارة، خليني ارجع البيت احسن وخلي فوزية تسف تراب احسن شيء. شلونك اخي؟ اهلا يا ابو العز. شو الاخبار؟ ابو فارس صار بالحاره. شو هالحكي؟